Salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut tout le monde et bienvenue chez Especius. Inch'Allah bihawlillah, adna radi nhaoulou anna nabdaw silsila jadida 100%. Silsila, handwi fiha ala madda dial la pharmacologie. Anna arf ou m'akkad billi miat minkom طلبوا مني هاد la pharmacologie بواحد الالحاح اللي كبير. ولذا ما جبرتش بد من انني نديرها ونخصص لها واحد الوقت من الوقت المزدحم اللي كنحاول نخصص فيه وقيسة ديما لكم. الحاجة الوحيدة اللي باغي منكم هي تحاولوا تنشروا هاد الفيديوهات ما أمكن. أوكي، دابا غادي نحاول أنني نقول لكم واحد القضية قبل ما نبداو على بركة الله مع المادة. القضية اللي غنقول لكم هي تسناو لآخر الفيديو، عندي مفاجأة واحدة أخرى لكم غادي تعجبكم إن شاء الله. أوكي، نبداو على بركة الله. الفارماكولوجي ولا هاد الفيديو كامل هذا اللي غادي ندوه دابا غادي يكون عبارة عن انتروديكسيون، غادي نفهملك فيها هاد الحويجات هادو. اولا شنو هي الفارماكولوجي، ثانيا علاش خصك تقرا الفارماكولوجي، ثالثا شنو هي الصعوبات اللي تقدر تجبر في هاد المادة، وشنو غادي نديرو من بعد. اوكي، فنبداو على بركة الله. اول حاجة فارماكولوجي، هاد الكلمة هادي كيما كتعرفو مقسمة لجوج ديال الكلمات، اوله اللي هي فارماكو، وثانيه اللي هي لوجي. فارماكو ولا فارماكون، ولوجي ولا لوغوس كيعني واحد المعاني كما كنعرفو كاملين بدون استثناء. لوجي ولا لوغوس كيعني سيونس. اما فارماكو ولا فارماكون فشنو كتعني؟ كتعني الاشياء التاليه، كتعني دروغ، كتعني بوازون، كتعني روميد. شنو كيعني هادشي؟ هذا دروغ مخدر، روميد علاج، بوازون سم. هذا هو المعنى ديال فارماكو. لوجي راه سيونس، فتقدر انت الا بغيتي تزديها كيف ما درنا في السيميولوجي، فقلنا لا سيميولوجي، سيميو هي الاعراض، لوجي هو علم، فسميناه علم الاعراض. ولكن فارماكو راه ماشي هي الادويه باش نسميوها علم الادويه. فهنا مثلا التسميه الحقيقيه تقدر تقول علم المخدرات مثلا، ولا علم العلاج. على اي حال كيف ما بغات تكون التسميه ديالها فاحنا لا شان لنا بها. اللي بغيت نقول لكم هو ان التسميه الحقيقيه ديالها ولا المعنى الحقيقي ديال التسميه هي هذا، ولكن ديفينيسيون يعني التعريف ديال هاد الفارماكولوجي ابارسا، يعني ليس له علاقه بهذا الشيء اللي شفنا دابا. صافي، وتقدر تكون عندها علاقه ولكن علاقه ليست وطيده. اوكي، فنطلقوا على بركه الله ونشوفوا شنو هي الديفينيسيون. ديفينيسيون في حقيقه الامر كاينين مجموعة ديال الديفينيسيون تقدروا تجبروهم، فاللي كيقرا في كازا يقدر يقرا هاد الديفينيسيون، اللي كيقرا في الرباط يقدر يقرا ديفينيسيون وحدة أخرى، واللي مشى كيروشيرشي يقدر يجبر ديفينيسيون من يجيب حد ديفينيسيون اللي قالو له الأستاذ. ولكن أون جينيرال غادي تشوفوا ثلاثة ديال التعاريف كتختلف فيهم الكلمات على هاد الشكل هذا. بلا ما تخافوا، الأمور بسيطة وغادي نشرح لكم بالضبط وغادي تفهموا علاش كاين هاد الاختلاف وفين كاين. فتبعوا معايا، نشوفوا الديفينيسيون الأولى اللي من La pharmacologie est l'étude des effets médicamenteux. يعني هاد la pharmacologie هو واحد العلم اللي كيدرسنا تأثيرات الدواء. تبعوا معايا، تأثير الدواء. اوكي، نشوفوا التعريف الثاني. La pharmacologie est la science qui étudie les médicaments. هذا واحد العلم، يعني la pharmacologie اللي كيدرسنا الدواء فقط. ديفينيسيون الثالثة كتقول لك لا فارماكولوجي لا سيونس كي ايتيدي لي انتيراكسيون انت لي ميديكامون اي لي سيستيم بيولوجيك. سيتادير هاد العلم اللي هو لا فارماكولوجي كيقوم بدراسة التفاعلات ما بين الأدوية وما بين الأجهزة البيولوجية عندنا في الجسم. أمور واضحة، ولكن علاش كاين هاد الاختلاف؟ علاش مكاينش ديفينيسيون وحدة؟ لأن فغيمون إلا قلنا هذا ولا هذا ولا هذا فراه كاملين صحاح، اي واحد قلتي فيهم راه صحيح. خصك تعرف غير علاش. اولا حنا في الفارماكولوجي غادي ندرسو مجموعه من الامور. شنو هي؟ تاثير الدواء اللي هو لي زيفي ميديكامونت، الدواء بحد راسو يعني اللي هو الميديكامون ايتيدي لي ميديكامون، وغادي ندرسو فيها ايضا كيفاش كيوقعوا داك التفاعلات ما بين الادويه وما بين الاجهزه البيولوجيه عندنا في الجسم. يعني كاملين نقدروا نجمعوهم هي في ديفينيسيون وحده الا بغيتي، ولا قلتي وحده فيهم راك صحيح. اتفقنا؟ انا بغيتكم تفهموا مزيان شنو كاين، لان بزاف كيوقع لهم خلط وما كيعرفوش شكون اللي صحيح، واش الاستاذ ولا الانترنت. اتفقنا؟ راه لا ميم شوز. اتفقنا الاخوان؟ لا ديفينيسيون واضحه جدا.
دابا انتقلوا لشيء اخر، ركزوا معايا مزيان. entre le moment de l'administration des médicaments à celui de l'obtention de l'effet, le médicament passe par trois étapes. شنو كاين هذا الشيء؟ كاين انه في الوقت اللي انت كتدخل الدواء للجسم ديالك ياك، والوقت ديال انه يدير واحد التاثير، كيدوز الدواء بواحد ثلاثه ديال المراحل. صافي، انت مثلا كتحرق الدرسه، درتي واحد لونتالجيك واحد الدواء خديتيه باش ما تبقاش الدرسه كتحرقك، ما بين داك الوقت اللي خديتي فيه الدواء والوقت باش تهدم الدرسه، كيدوز داك الدواء بثلاثة ديال المراحل. شنو هما هاد المراحل؟ فتبع معايا مزيان. اول مرحله لا فاز بيو فارماسوتيك، ثاني مرحله لا فاز فارماكو سينيتيك، وثالث مرحله لا فاز فارماكو ديناميك. هادو ثلاثة ديال المراحل ربما ما قريتوهمش على هذا الشكل عند البروف ديالكم، وما قالكمش بانهم مجرد مراحل كيمر منهم الدواء. صافي، كوم كونكلوزيون، كخلاصه اهم شيء في الفارماكولوجي، عندنا حاجه مهمه. شنو هي؟ لو ميديكامو، الدواء. اول حاجه خصنا نديرو على الدراسه وخصنا نهضروا عليها هي الدواء. في الفيديوهات الاتيه اللي غيكون مور هذا الفيديو، غادي نهضروا على الدواء ونشوفوا قصص عجيبه في الدواء، وكيفاش وصلنا لهذه المرحله ديالنا، وكيفاش وصل الدواء للتاثير ديالو الحالي. هذه اول مرحله غادي ان شاء الله ندوزوها. اوكي، العنصر الثاني المهم، هذا الدواء هذا كيفاش كيقدر ياثر علينا. هذه القضيه ديال كيفاش كيقدر ياثر علينا هي المراحل اللي قلت لكم دابا، بيوفارماسوتيك، فارماكوسينيتيك، فارماكوديناميك. هاد ثلاثة المراحل هما اللي غادي نقراوهم في المرحله الثانيه. اتفقنا الاخوان؟ شنو هي الحاجه الاخيره اللي خصنا نعرفو؟ هاد الحاجه هي المهمه، وهي اللي غادي نستغرقوا فيها واحد الوقت، هي لي فامي ديال لي ميديكام. كيفاش؟ ما فهمتش، انا نشرح لك. العلماء فاش بقاو كيكتشفوا الدواء، كل مرض كيكتشفوا له دواء، كل مرض كيكتشفوا له دواء، مثلا كل جورثوم كيكتشفوا له دواء ديالو، كل شوبينيون كيكتشفوا له دواء ديالو، فاكثروا الدويات بزاف بزاف. كيفاش غادي يديروا يقدوهم؟ اختاروا واحد اللعيبه سميتها لي فامي، العائلات، وبغاو يديروا كيف ما كنقدمين حنا المجتمع ديالنا، الاسر والعائلات وهلم جر، هكاك بغاو يديروا حتى هما، بغاو يديروا دي فامي. وبقاو كيجمعوا هذه الفامي ديال ضد الجراثيم، اونتي بيوتيك. هاد الفامي هادو فيهم هذا وهذا وهذا وهذا، وهذا الدور ديالو ها هو، وهذا الدور ديالو ها هو. فهمتوني الاخوان؟ مثلا عاوتاني فامي واحده اخرى، عائله واحده اخرى، شنو هي؟ ليزونتالجيك، ضد الالم. وهاد لي فام، وهاد الفامي هذا حتى هي فيها مجموعه من الادويه، وكل واحد عنده الدور ديالو. فامي واحده اخرى، فامي واحده اخرى، وهاد لي فامي سهلوا لنا بزاف باش نستفوا ونقدوا هاد العلم اللي كيتسمى لا فارماكولوجي. هنا ان شاء الله بحول الله غادي نقول لكم بسلام عليكم، ولكن ما نسيتش المفاجاه. المفاجأة هي أنني غادي نستجيب للدراري والتعليقات اللي كتاروا بزاف 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 في الأونة الأخيرة، لا ميكروبيولوجي. إن شاء الله بحول الله الأسبوع القادم في الويكاند بحال هاد الوقيتة غادي ننزل حلقة غندوي فيها لانتخوديكسيون سيغ لا ميكروبيولوجي، وغادي إن شاء الله تنفعكم حتى هي مزيان، وغادي تكون مدخل مهم لهاد المادة، غادي يشرح لكم بزاف ديال الأمور، لأن لا ميكروبيولوجي بسيطة بزاف عكس ما يصوره لنا الأساتذة. أنا براسي قريت لا ميكروبيولوجي عند بروف، واخد جوج ديال الدكتورات، ولكن داك البروف ما كانش كيعرف كيفاش يوصل ليا الفكره. ففريمون كنت كنجبر هاد لا ميكروبيولوجي، شي حاجه لا يمكن شي حاجه لا يمكن استيعابها، ولكن في الحقيقه هي ماده بسيطه جدا وواضحه المعالم. ان شاء الله غادي نكتشفوا هادشي جميع في الحلقه الاتيه. اللي بغاني ندير لا ميكروبيولوجي يحاول يدير السيبيان لتحت في الكومونتير، ويقول وتقولوا فيه بغينا لا ميكروبيولوجي. الا كانوا بزاف ديال الناس باغينها غادي نحاول نديرها في اقرب وقت. اي بيان سور كنتمنى تنشروا الفيديو كيف ما اتفقنا، والسلام عليكم الى الحلقه الاتيه في الفارماكولوجي اللي غادي ندوي فيها على اولا شنو هو الميديكامون، ثانيا شنو هما لي فورم ديالو، وهل هما جرى من المعلومات اللي غادي تفيدكم. موعدونا في الحلقه الاتيه، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله.